يا أخت أم سالم، لم يعد هناك أي داع للإنكار. لقد وجدت الأخوات الفاضلات حسبهم عند الله من الصديقات اللواتي لم يعرف عنهن الكذب ولو لمرة واحدة. مواد تستخدم في السحر في أغراضك الخاصة، فما قولك في ذلك؟ كذب وتدليس، كل هذا كذب وتدليس، صدقني. تأدبي يا امرأة، كيف تصفين نساءنا بالكاذبات؟ أما علمت أن أم الحارث هي زوجة أبو عبد الله أمير ديوان الحسبة، وأن أم خبيب هي زوجة أبو البراء؟ وماذا تريدني أن أقول؟ عليك الاعتراف بذنبك كاملا دون نقصان. أنا لم أفعل شيئا، لم أفعل شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ورد في الدليل أن السحر من كبائر الأفعال، وأنه محرم بنص القرآن والأحاديث النبوية، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من بينها السحر. وعن جندب قال: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وبناء عليه حكمت محكمة الجنايات على المدعوة أم سالم بالموت حدا بالسيف اليوم مساء في ساحة إمارة سرت بولاية طرابلس. واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمد رسول الله.